تم دعوتنا من قبل بانداي نامكو لتجربة ديمو قصير للعبة الار بي جي المنتظرة Tales of Arise، وراح نستعرض لكم في هذا الفيديو انطباعاتنا وتجربتنا لهذه اللعبة. هذا الفيديو برعاية زين. الـ5G أسهل، الـ5G أسرع، الـ5G أكبر، حول للـ5G، الـ5G زين. للتنويه، بانداي نامكو وفرت لنا اللعبة عن طريق خدمة البث شادو، وعن طريق هذه الخدمة تمكننا من دخول أحد الخواتم السحابية ولعبنا الديمو كاملا عليها بتجربة سلسة، وتشعر بأنك فعلا قاعد تلعبها على جهازك. من الجدير بالذكر أن أيضا النسخة الديمو ليست نهائية، ويمكن يكون في تغييرات أو تحسين بعض خصائص اللعبة قبل الإطلاق. مع بداية الديمو راح تحصل على خيار تعديل إعدادات اللعبة وصعوبتها، ويتسنى لك أيضا خيار اختيار اللغة والصوت، حيث يمكنك الاختيار بين الأصوات اليابانية والإنجليزية في هذه النسخة التجريبية، بالإضافة لإمكانية اختيار الشخصية الأساسية اللي راح تتحكم فيها في النسخة التجريبية، وكل واحدة من الشخصيات لها أسلوب خاص فيها في القتال. فشخصية ألفن هو مقاتل شرس بالسيوف ومناسب للقتال المباشر مع الأعداء، وشيوني تعتمد على سلاح البندقية بالإضافة إلى مهارات الأسترال آرتس لعلاج أعضاء الفريق. أما رينويل تعتمد على ضربات السحر أو الماجيك. وشخصية الرابعة المتاحة للتجربة هي لو، وهو متميز بالفنون القتالية والضرب المباشر بقبضة يده، وغيرها من الشخصيات ذات المهارات وأساليب اللعب المتنوعة. وتقدر تختار شخصيات فريقك والتبديل بينهم وتعديل مهاراتك الخاصة للاختيار المناسب لأسلوب لعبك. النسخة التجريبية أخذتنا في رحلة في عالم اللعبة الخلاق، وتحديدا إيد مينانشيا ذات الطبيعة الخضراء والمحاطة بالعديد من الجبال والمرتفعات. من اللحظة الأولى راح يبدأ لك أن التحسينات الرسومية اللي طرأت على اللعبة والتوجه الرسومي المميز بالألوان، فكل لقطة في اللعبة تبدو كلوحة فنية مرسومة بألوان مائية. للتذكير، هذا الفيديو برعاية زين. الـ5G أسهل، الـ5G أسرع، الـ5G أكبر، حول للـ5G، الـ5G زين. الأسلوب القتالي في اللعبة تم تقديمه بطريقة محسنة، وأصبح أكثر تفاعل وأكثر سرعة، ولازم أنك توفق بين مهارات أعضاء الفريق عشان تتغلب على الأعداء، بحيث تقدر أنك تستخدم مهاراتك الخاصة ضد العدو، وأيضا تقدر أنك تستخدم مهارات الفريق لما يمتلي عداد معين باستخدام الأسهم في يد التحكم لجعل تخطيط المعارك أسهل وانسيابية اللعب أكبر، والضربات التعاونية صارت أكثر إبهارا وجمالا. وكعادة السلسلة تحتوي اللعبة العديد من المواد لجمعها من غذاء وعتاد وحتى الأحجار المختلفة اللي تقدر تستخدمها لصناعة الأكسسوارات لتقوية فريقك. أحد أبرز الملاحظات في النسخة التجريبية هي سلاسة الانتقال إلى المعارك والخروج منها والعودة لعالم اللعبة. الديمو استعرض بعض المناطق الجبلية والسهول الخضراء والأنهار وبعض المناطق الزراعية المتنوعة، وأيضا تم استعراض الكثير من الوحوش المتنوعة ذات الأساليب قتال مختلفة، وأغلبها كانت وحوش معاد تصميمها ومحسنة من أجزاء السلسلة السابقة. مهمتك في النسخة التجريبية هو الوصول إلى مدينة فيشنت، راح تتوجب عليه قتال أحد أعتى الوحوش والتغلب عليه عشان تعيد الأمان للمنطقة ويسمح لك بدخول المدينة، تتمكن مواجهة العدو مباشرة أو العمل على تحسين مهاراتك وقتال وحوش الصغيرة لرفع مستواك، والبحث عن الكنوز في مختلف أرجاء الخريطة بحثا عن أسلحة ذات مستوى أعلى عشان تساعدك في معركتك القادمة. راح تتوفر خيارات التخييم والطبخ كما اعتدناها في السلسلة، وفريق التطوير راح يكشف لنا المزيد عن هذا في المستقبل. اللعبة قدمت مجموعة من الألحان الجيدة والمتنوعة والمتناسبة مع أجواء السلسلة، وراح تلاحظ أي تغيير التوقيت في عالم اللعبة أثناء اللعب واختلاف مستويات الإضاءة وأشعة الشمس على أرجاء الخريطة. أبرز مهمة في النسخة التجريبية هي القتال الختامي لزعيم يدعى مانتس، وعليك استخدام كل اللي تعلمته من مهارات وتوافق بين مهارات أعضاء الفريق عشان تقدر تتغلب عليه، وأيضا الزعماء عندهم نقاط ضعف تقدر تستغلها بأفضل طريقة وتسهل عليك المعركة وتلحق أكبر قدر من الضرر على العدو. التجربة كانت قصيرة نوعا ما، ولسه بدري أن نحكم على اللعبة، خصوصا أن اللعبة ما زالت نحو التطوير، لكن اللي جربناه يدعون للتفاؤل بأننا مقبلين على أحد أفضل أجزاء السلسلة. لعبة الRPG Tales of Arise راح تصدر في 10 سبتمبر من العام الحالي على الحاسب الشخصي والأجهزة المنزلية من مايكروسوفت وسوني. يعطيك معنا المتابعة، مع السلامة.